ابدع عتمية استغتت المشاعر. ما شاء الله تبارك الله. طيب احنا معانا اتصال على معانا يا جماعه اتصال جاهز للحديث عن هذه التغطيه. ينضم الينا عبر الهاتف الاستاذ عبد الله حبيب، وفي استقبال هذا الاتصال محمد الشمراني. عبد الله مرحبا بك. ابو امين كيف حالك؟ الله يحييك ويبارك فيك. قبل لا اتكلم واقول لك اي شيء له علاقه بمحاور المشاعر المقدسه والعمل اللي بذلته يا عبد الله واللي تشكر عليه، بس الله يرزقنا وياك النيه الصادقه فيه. انا بطلع شويه كذا بعدين برجع. حلو، تطلع وين؟ من الصعب انك ترتقي على اكتاف الاخرين حتى تظهر ماده في الكواليس يا عبد الله، ما توقعتها منك صراحه. ليش لا تصرف؟ انا احنا في الكواليس غالبا يا محمد تكون ضعيفه، فاحنا حبينا نقويها بوجودك. ترتقي على كتف اخوك؟ وانت عارف اني بغيت اطيح ورا. لا هذا طبعا فزع. ايش شوف شوف لا بس انا عندي سؤال قبل ما ادخل في الاسئله كلها. عبد الله اول شيء حياك الله ومساك الله بالخير. الله يحييك ومسيك بالخير ومسي عليك عند... اخوي عبد الوهاب ومحمد وعلى المشاهدين يا حبيبي. عندي سؤال يعني في البدايه قبل ما يعني نسال الاسئله اللي هي الخاصه باللي هو محاور الاتصال هذا، لكن محمد الشمراني انت رحت له ولا هو جاك ولا اتفقتم ولا كيف يعني؟ والله محمد تبحث عنه الكاميرات وين ما يكون، ضربنا له مشوار 5 كيلو من وسط الزحمه، جلست ساعه ونص عشان نوصل لمحمد ونصور معه. بلا فكشي عبد الله، انت كنت في مخيم جنبي، قلت لي خلص واجيك. وصلت. لا 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 دعي المشاهد يحلل كيفما سمعه. لا مو على كيفه. لا لا دعي المشاهد. لو سمحت عبد الوهاب لا تخليني في حل اروح اخرب. احنا سمعنا منك وسمعنا عبد الله حبيب الان. طيب. تفسيره ومعناه وكذا خلنا عند المشاهد، اتركها انت ما تكف. لا بالضبط، ما تكتفني. ندخل في محاورنا، ندخل محاورنا لو سمحت سيد محمد. طيب لو سمحت سيد محمد، السؤال الاول حدثنا عن حج هذا العام والمشاعر من المشاعر. والله اولا يا رب لك الحمد، في كل عام عن عام صراحه نجد موسم يظن البعض انه سيكون موسم مستحيل، لكن نجد بتكاتف هذه الجهات الرسميه ممثله وزاره الحج وما يعمل من تحتها من وزارات تكاتفها وتساندها، كان موسم يعني ناجح في كل المقاييس، مثل ما اعلن صاحب السمو الملك الامير خالد الفيصل امير منطقه مكه المكرمه في ثالث او رابع ايام الموسم قبل التعجل بنجاح هذا الموسم. بالفعل من كان موجود في هذا الموسم وشاهد التنقلات بين عرفه ومنى ومزدلفه والمشاعر وداخل مكه والحرم يرى هذا بعينه على اختلاف يعني السنوات الماضيه على كافه الاطعمه كذلك. شاهدنا صراحه موسم كان جدا جميل. اما على مستوى تغطيتنا احنا صراحه في شبكه المجد، وانا حقيقه اوجه شكر اولا لشبكه المجد ارادتها ومثل قطاع الاعلام التقطتهم حقيقه في عبد الله لارساله لهالتغطيه في الميدان بالتعاون مع شركه موجوده هناك في جده ومكه، والحمد لله كانت يعني تغطيه يا رب لك الحمد. ميزه العمل الميداني انه متعب جدا لكن في ذات الوقت هو ممتع. وانا من زمان حقيقه ما نزلت الميدان، يمكن انت تعرف يا عبد الوهاب اخر شيء قبل سبع سنوات او حوالي 8 سنوات عن نزولي في الميدان كمراسل، لكن يبقى شغف كذا ومتعه وتعب لكنه جدا جدا ممتع للتغطيه. وجودك وسط الحجاج بنقل مشاعرهم، وجودك وسط الجهات الخدميه اللي قاعد تقدم خدمات ونقلها للمشاهد، والشيء اللي يمكن كانوا يعني يسالوني عنه كثير يعني يقولوا ما يعني حتى الموضوع بسيط يعني التقرير الواحد اللي احنا ننتجه يا عبد الوهاب مدته يمكن دقيقتين ونص او 3 دقائق يشوف المشاهد، احنا ننبه فيه ما يقارب من 6 ساعات الى 7 ساعات. صح عبد الله، ما بين التصوير. ايوه صح. اثناء مقابلتك مع الحجاج ايش اللي جذب انتباهك؟ ايش شفت في اعين الحجاج وانت تلتقي فيهم؟ والله ما وجدت في اعين الحجاج الصراحه هي يدفعهم الشوق والحنين لوجودهم في المدينه. انت غالبا تجد الحجاج لاول مره يحج، هي حجه الاسلام وحجه العمر، فوجوده في المكان ايام جميله تمر عليه بسرعه. تحسه كانه مش ضايع كذا، واحد كانه عايش في الجنه قاعد في وسط مكه، يدخل الحرم في الوقت اللي يبغاه، يروح المشاعر، فمشاعره دائما مختلطه. يعبر لك بفرحة. وبعدين كنت أنا حقيقة أتعمد سؤال بعض الحجاج اللي قابلهم مين تتمنى يكون موجود معه، فتجد سبحان الله المشاعر كذا جياشة. أتمنى والدي والدتي، أخوي الكبير اللي توفى، أمي كان مفترض أنها تحج والله يكتب لها الحج السنة الجاية. فحقيقة طول ما أنت ماشي تقابل أي حاج المشاعر جياشة عند كل أحد.
فعلا عبد الله تصير ما شاء الله مواقف كثيره يعني، حتى تشوف من ضمنها اللي قبل شويه في مقطع من او لقطه من اللقطات انت ضحكت كذا ختمته وضحكت ضحكه، ما ادري ايش سر الضحكه هذه اللي بال هذه يا طويل العمر. طبعا في اخر وقت، وكان احنا التصريح حقنا مخنا بوقت معين في التصوير، لانه المكان مش مكان تصوير يعني، الكاميرات التلفزيونيه بعيده، لكن حقيقه الجهات المختصه سمحت لنا نوقف قدام الجمره الصغرى ونصور سريعا ثم نتحرك. فقالوا كل الشباب انا بختم الخاتمه حقه الحج خلاص، احنا جايين في وقت الجمار اخر يوم، فاحنا لازم نختم الخاتمه هذه. فختمت خاتمه طويله كذا ارتجاليه بالمشاعر اللي موجوده، الايام اللي عشناها حلوه صراحه مع المشاهد، فكان كلام يعني نابع من القلب مش مرتب يعني ارتجالي. وطولت شويه يمكن 3 دقائق، وانت ما تقدر خلاص المسؤول يقول لك يلا لازم تروح تشيل الكاميرا من هنا. في اخر لقطه في اخر ثانيه جاء حد كذا قطع من قدام الكاميرا، وجاء حاج وقف وراي دفني يبغى يتصور مع الكاميرا، فانا مسكت نفسي قلت والله ما اقدر اعيد خلاص اللي اللقطه زي ما هي، فالموقف التصوير ضحك بس والله لقطه جميله، لقطه جميله ترى فعلا. وترى كثير من اللي في الـ في الـ في المشاعر دائما يشوفون الكاميرات، يشوفون المذيعين المقدمين على طول مباشره يجون لهم، بعضهم يبغى يطلع، يبغى يطلع في لقطه معينه، يبغى انه اهله يشوفونه كذلك، فيعطيكم العافيه تبارك الله. فعلا والله كلمه حق ما شاء الله تبارك الله يا عبد الله، ولست مجامله، انت خير ممثل وخير ما شاء الله تبارك الله من تمثل شبكه قنوات الميد، وخير سفير لهذه الشبكه، ويعني ما شاء الله تبارك الله انت ولد الميدان يعني من فتره، حتى وان كان لك 7 سنوات 6 سنوات فعلا انا يعني سمعتها من كبار الاعلاميين دائما، من يستطيع ان ينجح في الميدان مراسلا 100% ينجح في الاستديو. العكس العكس غير صحيح، العكس ممكن، العكس ممكن غير صحيح، لانه يعني المقدم يحتاج سرعه بديهه في التعامل مع اطياف البشر ومختلف شخصياتهم، فانت تمر بمواقف كثيره، كيف انك تحتوي الشخصيات هذه كلها وتطلع بتقرير يعني يرتقي بمستوى شبكه التقرير عندك، خاصه اذا كان تقرير معك واحد يفهمني لازم تاخذ الاستعداد عالي جدا نفسيا وجسديا وكل شيء فعلا، خاصة وانت تبغى ترتقي على اكتاف محمد الشمراني وتطلع بمادة كواليس، ها وقت المحتوى خلص ما عندك الله عدل. شكرا عبد الله، شكرا عبد الله، شكرا بارك الله فيك. كان معنا عبد